نفك رقبتهم واحد واحد. ضدن كلهم من رأس الهرم واللي ساعدوا ليوصل على رأس الهرم ونزول. وهيدي لقلو لميشيل عون وجماعته، لأنه بيطلعوا على تلفزيوناتهم. واحد بقلنا لشو الكهرباء، كانوا جدوده بلا كهرباء. واحد بقلنا لشو الخبز، فيكن تاكلوا بسكوي. نحنا ما فينا ناكل بسكوي وما فينا نعيش بلا كهرباء، بس فينا نعيش بلاهن. هن لشو ما بدنا اياهن. نحن عناقب بلبنان، عناقب 100 دولار بالشهر. بس المشكلة الأكبر وين بلبنان؟ إنه واحد لحق زعيمه وزعيمه عايش ببيته بقصر، عم يقلع مشرب أحسن أكل، وهو جوعان والمجوعه هو زعيمه وما معه ياكل، عم يقلع بكيس حليب وكيس سكر. نحن اليوم بدنا نعيش، يا منعيش بني آدمين ومنعيش بسلام ومنعيش بحرية، يا نحن بلا كرامة، ويا نحن نروح نطم راسنا بالزبالة وخلينا عايشين تحت رحمتهم هون السعران، وخلينا عايشين بالمسرح اللي بنيوها.